نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدن واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ألم تر إلى الذين قيل لهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا رب ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب متاع الدنيا
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة قل كل من عند الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم يقولوا هذه من عند
حديثا. ما أصابك من حسنة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما من سيئة فمن نفسك وأرسلناك من الناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أرسلناك عليهم حفيظا.
يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة المقرئ الشيخ يحيى السيسي القارئ بإذاعة قراء القرآن الكريم والفضائيات الإسلامية والعالم العربي والإسلامي، مشاركة منه وتعزية ومشاطرة إلى أهله إلى آل أبو زينة بقرية سندينيس بمحافظة القليوبية في وفاة فقيدتهم عليها رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، وتعزية أيضا إلى فضيلة الحاج خالد علي أبو زينة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينزل على قبره الصبر والسلوان وأن يجعله من الذين هم عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأن يجعله ربنا سبحانه من المهتدين. وكانت تلك التلاوة القرآنية المباركة من داخل إحدى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية أصحاب الواجب والشرف لأولاد الحاج صلاح خلف بمحافظة القليوبية، وعبر كاميرات ومرئيات مخرج الروائع القرآنية والليالي الدينية المهندس أحمد الجعبري رئيس مجلس إدارة قناة الجعبري القرآنية على شبكات التواصل الاجتماعي. وتليمان والإسلام شكر الله لكم عزاءكم ورفع في العالمين قدركم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. الآن ينقطع إرسالنا السماوي ليتصل إرسالنا الأرضي إلى عود بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.